لأن حياتهم هي الهدف والغاية التي تأتي ضمن مسؤوليتهم الإعلامية والاجتماعية التي تصب في مصلحة حياة مرتدي الطرق للمحافظة على حياتهم. فتحت هاشتاغي حياتك أمانة ولسلامتك وعبر حساباتها الإلكترونية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر، نشرت وزارة الإعلام الكويتية مقطع فيديو توعوي حمل عنوانا لسلامتك أوصل بعدين تواصل، وذلك بهدف الحد من الأسباب التي تؤدي للحوادث المرورية وما ينتج عنها من إزهاق للأرواح ولإيصال رسالة لمرتدي الطرق مفادها أن حياتهم أمانة يجب المحافظة عليها.